السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ النهاردة بتكلم على موقع من المواقع المهمة اللي انت تقدر تجيب منها بيتكوين، زي المواقع اللي انا شرحت تطبيقات، معلش التطبيقات اللي انا شرحتها، منها التطبيق ده ومنها التطبيق ده، ويا ريتكم تركزوا على التطبيق ده والتطبيق ده والتطبيق اللي انا حطيته هنا. يعني يعتبر ده ما كانش تطبيق، ده كان موقع، لكن التطبيق ده والتطبيق ده حتى الآن أنا شغال عليهم وبربح منهم، لكن أنا عملت إثبات السحوبات من هنا، لكن التطبيق ده لسه لما أوصل للسحب اللي هو 0.04 ساتوشي اللي هو 4 مليون، هقدر اسحب من الموقع، لكن بدعمكم تقدر ممكن اسحب بسرعة اسرع من طبعا لما اكون يعني بشتغل لوحدي. انت ممكن تقدر تشتغل عليه، الرابط كلها هتلاقيها اسفل الفيديو، التطبيق ده ورابط التطبيق ده. النهاردة هشرح تطبيق تالت. التطبيق ده انا مش هوريه لكم، انا كنت عايز ارفعه لكم على يعني تشوفوه معايا على التليفون، لكن انا مش عارف يعني اسجل من الهاتف، واضح ان في مشكلة في الهاتف بتاعي. اول حاجة انت بتروح على في جوجل بلاي، تروح على جوجل بلاي وتكتب او الرابط طبعا هتلاقوه اسفل الفيديو، انت هينقلك مباشرة على الرابط ده. بتضغط على التليفون على انستول، وبعد كده بتسجل دخول بالايميل، وبتبدأ تشتغل على الموقع. في كان واحد شارح يعني شرح التطبيق ده، كان بيشرحه وكان بيتكلم على التطبيق ده. يعتبر انت بتروح بعد ما بتسجل دخول، تمام، بعد ما بتسجل دخول بتبدأ تشتغل على البرنامج اللي انت بتزور، يعني الصفحات بتزورها وبتضغط على كلمة باور هنا زي ما انتوا شايفين هنا، وبتتحصل على 200 باور. طبعا انت لما بتقعد تضغط على الباور ده بتدخل يعني بتطلع من الصفحة وبتدخل تاني، بهنا بيزيد الباور زي ما انتو شايفين هنا. لو احنا كبرنا الشاشة هتلاقي اللي انت بتتحصل على 600 هنا، وبعد كده بتتحصل على 200 تانيين، فبيوصلوا 800 وهكذا، حتى ما بيوصلوا 4000 بيبقوا هنا، مش هنا، هنا يعني هنا حاجة تانية. البرنامج ده عامل يعني مسابقة كل يوم اللي هو هير از يور ديلي بونص، بيديك بونص وتقدر تحوله وتقدر تسحب البيتكوين ده. وأقل حد للسحب من البرنامج ده هو 0.04 4.06 ساتوشي، يعني بالظبط كده 6000 ساتوشي، 6000 ساتوشي من البرنامج ده تقدر تسحب المبلغ ده. طبعا كل كان هو بيشرح الاول ما انت بتوصل لهنا، هنا بقى زي ما انا بقول لكم هنا بيوصل مثلا ل 4000 وبيقف، هو كل يوم بتوصل لهنا ل 4000 وبيبتدي ينتهي كده يعني اقول لك الربح من التطبيق في اليوم ده. يعني اول ما بتوصل هنا ل 4000 بيبدأ يديك الرصيد بتاعك في اليوم اللي بعده، بتبدأ تشوف الرصيد في الوالت، هتلاقي في الوالت عندك في البرنامج، تدخل عليها
وبتبدأ تشوف الرصيد بتاعك هتلاقيه اتغير يوم بعد يوم، وتقدر تسحب البيتكوين بتاعك. بتكتب طبعا الادرس بتاعك، بتدخل في الوالت وبتكتب الادرس، وبتروح عند الوزدرو وبتضغط على الادرس بتاعك اللي انت هترسله. ولازم يكون الادرس اللي انت هترسله بيكون بيقبل الرصيد بتاع البيتكوين اقل من الـ يعني بيقبل مثلا 1 ساتوشي 100 ساتوشي كده. يعني ما ترسلش ل مثلا فوسيت هوب ما بيديش القيمة اللي بيدي أقل حاجة ممكن ترسلها مثلا 20,000 أو 0.03، يعني 3 أصفار 2 20,000، 20,000 يعني 20,000، 2 يعني 2 4 أصفار وراهم وقدامهم 3 أصفار. خدتوا لي بالكو؟ فانت بتبدأ تشتغل على الموقع، وممكن برضك تكسب من عن طريق الشير. هنا في الريد وهنا الشير. لما انت بتخلص الباور هنا اهو، زي ما هو كان شارح، بتضغط على الوالت هنا. بعد ما بتخلص اليوم بتضغط على الوالت، في تاني يوم هتلاقي الرصيد بتاعك بدأ يتضاف عليه في الوالت هنا. بتدخل على الوالت ده، وبعد كده بعد شوية بتلاقي الرصيد في المحفظة بتاعتك. بس أقل حد للسحب هو 60 أو يعني 0.04046 من عملة البيتكوين. ده كان شرح للبرنامج ده، وطبعا انا الرابط هتلاقوه اسفل الفيديو. وارجو دعمي في البرنامج ده، يعني اوريكم ازاي تقدروا تسحبوا من الموقع، لان انا عارف والت هتساعدكم جدا في السحب في الموقع ده. اي طبعا من التطبيقات اللي انا شارحها دي في القناة هنا عندي. برضك التطبيق ده مهم جدا، التطبيقين دول اللي هو تطبيق اللي هو بتاع اللايتكوين والإثيريوم. وبرضو عايز اثبت لكم السحب بتاعي في التطبيق بتاع الإثيريوم، لان انا لسه عامل سحب من التطبيق بتاع الإثيريوم. هتشوفوه دلوقتي، ادخل بس على الايميل بتاعي عشان اوريكم اثبات السحب في الموقع او التطبيق. شايفين كده؟ ده كان اثبات السحب بتاع امبارح، اللي هو يوم 23 او 24. امبارح كان 24، النهاردة 25. لو دخلنا على الحساب اللي هو في الكوين باز، هتلاقي ضاف لي 0.32 2141 من الإثيريوم. زي ما انتوا شايفين، هو المبلغ قليل لكن الموقع بيدفع، يعني التطبيق بيدفع. فانا لما بقول على تطبيق معين في التطبيقات اللي هي بتربح من اللي انا برفعها عامة، بتبقى فيها نسبة ثقة عالية في الدفع، لان انا ما برفعش اي تطبيقات وخلاص. انا برفع التطبيقات المميزة اللي انت تقدر تسحب منها، ويعتبر نوع من المواقع اللي انت تقدر برضك تسحب منها. في مواقع بتدفع، في مواقع بتقعد فترة وبتقفل، في مواقع يعني مفيش حاجة بتدوم لفترة كبيرة، كله بيتغير. لكن في تطبيقات بتبقى ليها ثقة لمدة كبيرة، وفي تطبيقات تانية بتبقى الثقة فيها قليلة. فدي انا ما بشرحهاش، انا بشرح التطبيقات والمواقع اللي هي بتكون فيها ثقة عالية، بحيث ان انت تقدر
تجيب اعلى ربح وتقدر تستثمر في المواقع اللي انا بشرحها. طبعا في ناس بتكلمني على الموقع اللي هو بتاع اليوبوت. الموقع بتاع اليوتيوبوت فيه نسبة ثقة عالية تقدر تستثمر فيه. الناس اللي هي بتسألني، كان في واحد بيسألني على الموقع ممكن ينصب او ما ينصبش. لا، الموقع ده فيه قاعد من يعني بقاله 6 سنوات، زي ما انا قلت هنا بقاله 6 سنين، او يعتبر داخل في ال6 سنين. في نسبة ثقة عالية ان انت تقدر تستثمر فيه. لو انت مش عايز تستثمر فيه برضو، ولان اساسا هو موقع من المواقع اللي هي الموثوقة، ممكن تستثمر في موقع تاني اللي هو مثلا زي كريبتو مايننج فارم. كريبتو مايننج فارم من المواقع الكويسة اللي انت تقدر تستثمر فيها فلوسك. لو مش عايز تستثمر ولا هنا ولا هنا، وخايف على المبلغ بتاعك لا يضيع، لان انا برضك ما اقولكش اللي انا ما ضاعش مني مبالغ، لكن انا حرصت، انا بدأت احرص ان الموقع ده ليه نسبة ثقة، في نسبة ثقة، فانا بستثمر فيه مبلغ معين. ما بستثمرش فيه مبلغ عالي، لكن بستثمر فيه مبلغ معين، واخد بالك؟ لو مش عايز تستثمر ولا التطبيق هنا ولا قصدي ولا الموقع هنا ولا هنا، ممكن تخلي المبلغ اللي انت حطيته من يعني جمعته من اللايت كوين، من الدوكوين، من البيتكوين، تحفظه عندك في محفظة الفوسي توب اللي انا شارحها، وتقدر تحط ال 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 العملات دي في العملات اللي انت جبتها في المحفظة بتاعت الفوست هوب، ولما تبدأ تزيد تقدر تسحبها عن طريق في وسائل، تقدر تسحبها عن طريق حاجات كتير. ممكن تسحبها على طريق الباير، ممكن تسحبها عن طريق ادفي كاش، ممكن تسحبها على بيرفكت ماني، ممكن تسحبها لو انت عايز تسحب برضك في موقع لسه هشرحه، بتقدر تسحب منه عن طريق فودافون كاش. لان في ناس سألتني كتير ان احنا عايزين ندفع او عايزين نبدأ نسحب فلوسنا من البيتكوين مثلا عن طريق وسائل دفع. فانا هشرح ليكو في القريب العاجل موقع من المواقع اللي تقدر تسحب فلوسك عن طريق فودافون كاش. عشان ما اطولش عليكم، اي استفسار او اي تعليق سيبوا اسفل الفيديو، او ترسلني على الصفحة الخاصة بتاعتي، صفحة سعيد اي جي بي تي سي، او الجروب بتاعنا. الجروب بتاعنا برضو هو سعيد اي جي او بيتكوين مصر او بيتكوين اي جي. شكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.